السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة من قصص ديالنا. كيف العادة ما تنساوش لايك وسبسكرايب وتشاركوها مع صحابكم. شتو شي يكون خاوي، ديروا الكيت وطفوا الضو. مشينا. بعض المرات كيطراولنا شي مواقف اللي كيخربقوا لنا حياتنا، واللي من بعدهم حياتنا ما كترجعش كيف كانت. يقدروا في الاول يبانوا لنا غير صغار، ولكن التبعيات ديالهم كتكون كبيره. سميتي نور الدين، وهذه هي قصتي. هاد القصه هذه وقعت لي ملي كانت عندي 27 عام، وكنت يلاه تزوجت تقريبا شي 6 شهور باش تزوجت. كان بقى لي غير الوالد من مورا الوالده، ولكن حتى هو مات نيت في ذوك الايام. من مورا ما مات جبت اختي الصغيره باش تعيش معايا. انا في الحرفه ديالي كنت كنسوق الهوندا، واخا كنت قاري، ولكن بحالي بحال بزاف ديال الشباب ما لقيتش فرصه. كنت كنترزق بديك الهوندا، كنمشي للمارشيات في الصباح، كنهز الخضره اولا كنهز حتى الناس. المهم كنصور نهاري وكندخل داري مستورين والحمد لله. ديك الايام كيف قلت لكم توفى الوالد، كانت تحديدا مورا 6 شهور على زواجي، وكان هو اللي بقى ليا. دازت الجنازه ديالو، تسلفت وتكلفت وما خليت الجنازه مخصوصه من حتى شي حاجه، حيت ما كانوا عندي لا عمامي لا والو. كانت عندي عمتي وحده ساكنه في الخارج، ولكن ما حضراتش. الدار عمرات بزاف، والاغلبيه حيت كانوا بعاد بغاو يبقاو معانا حتى دوز 3 ايام باش يمشيو يزوروا المقبرة، حيت كيف كتعرفوا هادو هما التقاليد المغاربة. مراتي حتى هي مسكينة ما قصراتش من جهدها، وعاونات بزاف في الجنازة واخا كانت حاملة. المهم داز كلشي على أكمل ما يرام. وصل النهار الثالث، وكيف قلت لكم أنا عندي هوندا، ركبوا معايا بزاف الناس من العائلة ديال الوالد، ولاد خالو ولاد عمو وحتى العيالات. طلعوا كاملين ومشينا للمقبرة باش نزوروا الوالد. دخلنا المقبرة وأول مرة غرد البال وغنشوف شحال القبورة كاينين وشحال مزاحمين، حيت المرة الأخرى فاش جيت كنت حازن على الوالد وما كنت كنشوف والو قدامي. المهم مشينا حدا القبر ديالو، قرينا عليه شوية القرآن، درنا ليه الدعاء، صدقناه حيت كيكونوا المحتاجين ديما حدا المقبرة. بعدت أنا شوية ورجعت اللور وخليت الناس اللي بغاو يقربوا من القبر. حتى شوية كنسمع تكبيرات وصوت البكاء وصوت الغوات جاي من اللور. ملي كندور كتبان ليا واحد الجنازه وحده اخرى يلا مدخلين مولاها وغيدفنوه. من بين دوك الناس كان واحد الدري كنعرفو، كان كيقرا معايا شحال هادي، وكان كيبكي بواحد الحرقه. عرفت بلي غيكون شي واحد قريب ليه بزاف. مشيت قربت منه، كان غادي يطيح وانا نشدو. قلت ليه السلام فلان، البركه في راسك، شكون اللي مات ليك؟ قال لي بلي جدو هو اللي مات، وهاد جدو هذا كان عزيز عليه بزاف وعزيز على كاع الناس، حيت في واحد الفتره كانوا ساكنين حدانا. على ما سمعت كان كيعالج الناس بالقران وكان راقي. قلت لي انا خويا راه توفى لي الوالد غير هادي 3 ايام، ما حنا جينا باش نزوروه. عنقني وقال لي البركه في راسك. بغى يمشي وقلت لي ياك لاباس بعدا واش كان مريض؟ قال لي لا خويا داكشي طويل، هو مشى في واحد الطريق وشحال وحنا كنحضروه منا وكنقولوا ليه صافي دابا انت كبرتي ما عندك ما دير بداك الشيء ديال العلاج وتعاون صافي، عاونتي بما فيه الكفايه. ولكن كان من ديما كيبغي يعاونهم، خصوصا هذوك اللي كيكونوا كيعانيوا مع العالم الاخر مع الجنون. خلى لي ديك الكلمه في ودني ومشى. شنو زعما يكون الجنون هما سببه باش مات؟ هادشي اللي بقيت كنقول في الداخل ديالي. صافي دفنوا داك السيد ومشاو في حالهم. اما العائله ديالي كانوا مازال مجموعين على قبر الوالد. واحد البنت من العائله صغيره مشات كتجري لجهه القبوره، وتحديدا لذاك القبر اللي يلاه تدفن. كانت باغا تقلع واحد الورد مزروع تماك. مشيت كنجري باش نتبعها وشديتها وقلت لها لا حشومه هادشي اللي غديري. ما غنشوف لتحت غيلفت الانتباه ديالي شي حاجه اللي كتلمع. جريتها برجلي وحيدت عليها داك التراب اللي كانت مغطيها به حتى كنلقاه خاتم. ما شفتو بحال شي حاجه شداتني ليه.
قلت غيكون ديال شي واحد من دوك اللي جاو يدفنوا الراجل، حيت ما يمكنش يكون ديال شي واحد ميت. على حساب ما كتعرفوا الميت كيحيدوا ليه كلشي قبل ما يدفنوه. الخاتم كان ثقيل ووازن وكيبان قديم، كان لون ديالو قهوي، والوسط ديالو واحد الدواره صغيره بالصفر فيه واحد النقوش غريبه، حروف عثمانيه بحال شي ايات ولا ما عرفتش ادعيه. المهم ما فهمتش داك الخاتم، ولكن بيني وبينكم عجبني بزاف حيت ما عمرني ما شفت في حاله. قلت من بعد حتى نتلاقى داك الدري وغادي نسولو واش كيعرف مول الخاتم. عيطوا لي العائله وصافي رجعنا في حالنا، ولكن الحاجه الغريبه يلاه ركبنا في الهوندا هو يتفرقع البنو، واخا انا متاكد بلي يلاه دوزتها الميكانيسيان وكانت مقاده مصايبه ما فهمت حتى لعبه. صافي تفرقنا، هما شدوا طاكسيات وانا رجعتها للميكانيسيان باش يصلحها. وديك الليله نيت تعشى بنادم وكل واحد مشى فحالو، ورجعت لحياتي. وكيف قلت لكم جبت اختي باش تعيش معايا، اما الدار اللي كان فيها الوالد كانت غير مكريه، كاريه شحال هادي من عند شي راجل وكاريه بثمن اللي رخيص وما بغاش يخرج منها حتى مات فيها. اختي كانت عندها تقريبا شي 14 عام ديك الساعه. حيد دوك الحوايج اللي كانوا عامرين بالغبره وحطيتهم باش يتصبنوا حتى طاح داك الخاتم من جيبي. عاد تفكرتو هزيتو ودرتو في صبعي، واخا في الاول كنت كنقول غادي غير نخبيه حتى نلقى مولاه، ولكن لبستو بدون شعور. ريحنا انا ومراتي واختي فوق الطبله جالسين كنهضروا وكناكلوا. قالت لي منين جاك داك الخاتم زوين بزاف؟ قلت لها راه لقيتو ملاوح في المقبره. مراتي تخلعات وقالت لي عندك يكون فيه شي سحور. قلت لها لا لا بركة من التخربيق، كيبان خاتم اللي ساوي ما نظنش فيه شي سحور ولا شي حاجه. قادينا لختي واحد البيت فين غتبقى تنعس، ومشينا انا ومراتي للبيت، ولكن مع غندير خطوتي الاولى وغادي نشعل الضو البوله غادا تطرطق. مراتي غوتات وانا كنقول لها سكتينا ما طرا والو غير شي مشكل في الضو. خرجت باش نشري بوله اخرى، رجعت ركبتها عادي، ولكن كنت كنشم شي ريحه خايبه في البيت بحال ريحه الحراق. قلت راه يمكن غير من البوله اللي طرطقات. صافي تسكينا باش ارتاحو حيت كنا عيينا داك النهار. وانا ناعس كنت كنحس بحال شي واحد كيلوع عليا شي حبل، بحال الا كنت تجمع. مع غادي نبدا نتواعى غيبان ليا واحد الراجل كبير في السن كيشوف فيا، وكانوا عيني كيخلعوا، وبحال هز التراب وضربني به للوجه. تما كنت قافز، بقيت حاير واش كنت كنحلم ولا شنو وقع ليا، حتى كنسمع صوت اختي وهي كتغوت ونط كنجري. دخلت لعندها لقيتها كلها مكمشه وخايفه، كنقول لها مالكي؟ قالت لي راه شي واحد بغى يدفني كيرمي عليا التراب. مع قال ديك الكلمه ديال التراب تفكرت حتى انا داكشي اللي وقع معايا، ولكن ما بغيتش نزيد نخلع اكثر، وقلت لها راه يمكن كنتي غير كتحلمي. بقى بالك مع الدفين والمقبره اللي مشينا لها الصباح، ما ديريش بالك راه ما غيوقع لك والو، انتي دابا في دار خوك. عنقتها وبقيت كنواسيها وهي كتبكي، وكنقول لها راه الموت علينا حق وما عندنا ما نديرو. بقيت معها حتى تهدنات ونعسات. اما انا كنت تخربقت في دماغي، اشنو هادشي اللي عاد وقع؟ بجوج بينا انا واختي شفنا نفس الحلمة. رجعت عند مراتي بدات كتسولني مالك، وقلت لها صافي صافي ما كاين والو غير نعسي. وهاد المرة مني رجعت نعس ما حسيت بوالو، نعست نيشان وكان نعاسي غارق لدرجة ما سمعتش مراتي وهي كتنين حدايا. حتى فقت في الصباح كنقول لها مالكي؟ كتقولي انت واش كنتي ناعس ولا ميت من الصباح وانا باغا نفيقك؟ راني صبحت مريضة. ملي سولتها مالك قالت لي ما عرف شنو هادشي خرج ليا في لحمي، كانوا طبايع حمرين ومايلين زروقية بحال الا عهد جداد. ديجا لسبيطار الحومة كشف عليها الطبيب وقال لي تقدر تكون حساسية على شي حاجة كلاتها، عطاها شي بومادات وشي دوايات تشربهم، ولكن ما شريتش لها الدواء حيت كنت خايف لا طرا شي حاجة للولد. ولات كدهن غير بدوك البومادات ولكن ما جابو حتى شي نتيجة. الأمور غتزيد تطور كتر ديك السيمانة، ما غنفهم والو. وليت كنسمع صوت الكلاب تحت من فراشي، وماشي غير بوحدي، حتى مراتي قالت لي بلي كتسمع نفس الصوت.
لدرجة كنوضو في الليل كنتأكدو واش كاينة شي حاجة تحت الفراش، ولكن ما كنلقاو والو. ولينا شاكين انهم داروا لنا شي سحور نهار الجنازة. وليت كنفيق في نص الليل بدون سبب، كنكون ناعس حتى كضربني الفيقة وكنوض، كنسمع صوت الكلاب والقطوط في الدار كاملة خصوصا تحت مني. مراتي كانت تقريبا كل نهار كيجي ابو غطاط وكيبقى بارك عليها، كتبدا تغوت بحر جهدها في الليل وكتقول لي بلي راه كيخنقني، وديما دوك الطبائع كيزيدوا يزرقوا اكثر من اللي كانوا، ولكن ملي كيوصل الليل كيبداو يغبروا بوحدهم. وليت كنحلم ديما بواحد الراجل كبير في العمر ناعس بيني وبين مراتي وكيشوف الفوق في السقف. مراتي واختي ولاو بيناتهم مشاكل، ولاو ديما كيتغاوتوا، وحتى انا ولات مدابزه معايا، مبقاتش بحال اللي كانت نهار تزوجت بيها. ولينا هكاك ديما معصبين ومناقرين بيناتنا، حتى لواحد النهار وبدون شعور غادي نمد عليها يدي. واخا ما كنتش باغي ولكن يدي سبقاتني. مراتي تعصبات بزاف، جمعات حوايجها ومشات فحالها لدارهم. ديك الليله تخربقت بزاف، وليت كنقول شنو كدير نور الدين، اش هاد الحاله وصلتي ليها. وليت حتى مع الكليان معصب اللي قال لي غير شي كلمه كندور فيه. واحد الليله كان داز 3 ايام تقريبا على باش مشات مراتي، كنت غير انا واختي في الدار، واختي بدات كتعلم شويه وكانت هي اللي كطيب. صافي رجعت لقيتها حاطه لي العشاء فوق الطبله، هي مشات باش تنعس وحتى انا تعشيت ودخلت باش نعس. حتى شويه وانا نسمع واحد الصوت كيعيط بسميتي. المره الاولى كنقول راه يمكن غير كنت خايل، ولكن الصوت تعاود 3 د المرات وكان غادي وكيجهاد. قلت راه يمكن اختي بغات شي حاجه، نط تميت غادي لجهه الصوت اللي ما كانش جاي من البيت ديال اختي، كان جاي من الصاله. وصلت لتما كنت صدم المنظر اللي شفت، كيبان لي بحال شي واحد متكي فوق اللحاف ومغطي كامل بيزار بيض، لدرجه ركابيه فشلوا عليا. ولكن تصور معايا خويا غير شعلت الضو داك الشيء غبر. كنقول يا ويلي ما يمكنش، شنو هاد الشيء اللي عاد بان ليا دابا؟ بديت كنقرب للجهه فين بان ليا داك الشيء، حتى شويه الجسم ديالي كله تشلل عليا، ما بقيتش قادر نتحرك، لا يدي ولا رجلي بجوجهم تقالوا، كانوا بزاف الاصوات كيدوروا في راسي وشكلهم بحال ديال الحيوانات. حتى ضربتني الفيقة على صوت اختي وهي كتفيقني وكتقول لي علاش ناعس هنايا وفي الارض. قلت لها والو والو، غير شداتني الدوخه وصافي، ما بغيتش نخلعها، كنت متاكد بلي هادشي اللي طرا حقيقي وما بقيتش كنتخايل. داك النهار بالضبط ومورا الخدمه فكرت باش نمشي نرجع مراتي من دارهم، كنت عزيز على الوالد ديالها وحتى على امها، وقلت لهم داكشي وقع غير في ساعه غضب، انا ما عمرني ما فكرت نبدع عليها يدي. با قال لي عارفينك ولد الناس والله يعمرها دار، غير بقى تحاول تحكم في الغضب ديالك حيت راه حامله دابا، واصلا كلشي بالمفاهمه ما كاينلاش تمد يديك. قلت ليه واخا عمي كلامك هو الكبير. المهم بقيت مع مراتي حتى رجعتها. حنا مورا ما دازت شهور وقربت مراتي تولد، ولات كل نهار كتفيق مخلوعه وكتغوت. ملي كنسولها مالك كتقول لي انا خايفه على ولدي، خايفه لا طرا ليه شي حاجه. من بعد عاد غادي نعرف بلي كتوقف عليها واحد المراه، كتقول لي كتوقف عليا ديما في المنام، مراه كتخلع. واخا نعيا ما نوصف ليك، ما نقدرش نقول لك كيف دايره، وجهها كله مخربق، ملامحها مخسرين، وكتهضر معايا بواحد الصوت كيخلع، يديها كاملين مكمشين وكتقول لي انا غدا نولدك. كنقول لها راه يمكن غير كتحلمي، كتقول لي لا، راه ملي كتحط يديها على كرشي كنحس بالالام وكنفيق وانا كنتوجع، وهادشي ما كانش كيطرى ليا شحال هادي. تصور معايا خويا الدار ولات مرونه، كتدخل ليها بحال كتدخل لشي خربه، بحال ما عندهاش مماليه. مراتي كتعيا ما تنقي، واختي حتى هي كتعاون، ولكن كندخل كنلقى واحد الريحه خايبه والدار مظلامه، واللي دخل ليها كتشدو الغمه. وعاد تزيد واحد القضيه ديال انه الحاجه الا حطيناها في شي بلاصه ما كنلقاوهاش، حتى كيدوزو عليها سوايع عاد كنرجعو وكنلقاوها في نفس البلاصه. واحد الليله كنعقل مراتي كتفيق فيا، كنقول لها مالك ياك لاباس واش شدك الوجع؟ كتقول لي لا. نوض شوف اختك فين غاده، كنقول لها كيفاش اختي؟ كتقول لي راه اختك خرجات في هذا الليل.
يعلم الله فين غادية. نقول لها واش منيت كتقول لي اش في تابعينية. نط كنجري بالخف، لبست اللي لقيت قدامي وخرجت بحال الحمق. كنقلب على اختي في النصاصات ديال الليل، كنصوني لها ما كتجاوبش. رجعت كنجري قلت ما ربما تكون خلات شي حاجة في البيت، مهم شي حاجة اللي نقدر نعرف بها بلاصتها. ما غادي ندخل غنلقاها ناعسة. صدمت، سديت عليها البيت ومشيت لعند المرأة. قلت لها اش كتخربقي دابا نتيا مخرجاني في هاد نص الليل؟ كتقول لي بلي اختك خرجات، راه في بيتها ناعسة، واش بغات تخرجي لي العقل؟ قالت لي والله ما كذبت عليك، والله حتى شفتها خارجة. على انا موالفة نكذب عليك؟ ترونات القضية ديال بصح في ديك الدار. ديك الايامات ملي قربات تولد مراتي كنت ديما كنحلم بواحد الراجل هز ولدي بين يديه، ولكن ملي كيجي يعطيه ليا وكنشدو ما كنلقى والو. وصلت وقيت الولادة وديتها للكلينيك، شحال وانا كنتسنى، ولكن مع الاسف الطبيب قال لي بلي الولد قلبه ما كيضربش وما فيهش النبض. الحمد لله اللي قدرنا نعتقو الام. ولدي تزاد ميت، شحال بكيت وتعصبت، ولكن في الاخر قلت قضاء وقدر، ما عندنا ما نديرو. اما مراتي مرضات بزاف من مورا ما عرفات بلي ولدنا مات، حيت كنت مخبي عليها. كنت كنقول لها بلي غير دايرينو مع الدراري الاخرين كيديروا ليه شي تحاليل وفحوصات، ولكن مورا يومين مابقيتش قادر نخبي وقلت لها بلي راه مات. تزاد ميت صافي. من تماك ومني رجعت للدار ولات غير كتغوت وكتبكي، واخا كنت كنقول لها دابا يجيب لنا الله ولد واحد اخر، مازال علينا الحال، حنا باقين يلا تزوجنا. شحال من مره كندخل كنلقاها دايره مخده ويزار بين يديها وكتقول لي ها هو ولدي. انا تخلعت وقلت صافي راه غاده حماق. جبت لها واحد خاله كان كيقرا القران وبدا كيقرا عليها شويه، حيت مورا ما عاودت لدارهم دوك الاعراض اللي كانوا كيجيوها شكوا بلي تقدر تكون مسحوره. دار لينا الكشف انا وياها وقال لينا ما عندكم لا تسلط لا والو. قال لينا صافي بقاو تطلقوا غير القران كل صباح وترشوا العتبه بشويه ديال الماء الرقيه، ولكن والو اخويا ما تحسنتش الحاله ديالنا. اما اختي حتى هي كانت حالتها بوحدها وما كنتش راد ليها البال، ولات داخله في واحد الحاله الاكتئاب اللي صعيبه، حتى المدرسه ما بقاتش كتمشي ليها، غير سد عليها في البيت وكتبكي، ما كتخرجش حتى تجلس معانا في الطبله، ولات كتدخل الطواليط من بعد وتسد عليها وكتبقى تبكي وكتبقى تهضر بوحدها تماك. اما مراتي جا الصارع، كنكونوا جالسين انا وياها كنهضروا ولا كنتناقشوا، حتى شويه كطيح وكتبقى تعوج غير بوحدها. ديتها للطبيب عطاها شي ادويه ولكن ما نفعو في والو. ملي كنهضر مع والديها كيقولوا لي لا راه غير معصبه بسبب الولد اللي طاح ليها وبسبب انها ما قدرتش تحمل عاوتاني. وخالها راه فقيه وشافها وقال لك بلي ما عندها والو. صيفطها لدارهم باش ترتاح شويه ونيت تقابلها الوالده ديالها. وبقيت انا مشغول مع اختي اللي حتى هي حالتها ما كانتش كتطمن، وليت كنطلق ليها القران وكنسد عليها الباب. وانا داخل البيت رديت البال لوجهي اللي كان تبدل بزاف، ما بقاش ديال نور الدين اللي كنعرف. كبرت بلا وقت، وجهي كيبان عيان بحال الا شحال هادي ما نعست، وفعلا ما نعستش من شحال هادي. بقيت كنشوف وسهيت في المرايا حتى بانت لي شي حاجه بدات تخرج منها وهي ترشع، وانا نطيح وبديت كنغوت وكنقول شنو هادشي. اختي خرجت عندي كتجري. مهم ديك الايام ولاو كيوقعوا معايا شي حوايج غراب، بحال مثلا كنكون سايق بالهوندا حتى كتبان لي شي حاجه كتطلع عليا من اللور، اولا كنكون ناعس وكيبان لي شي واحد متكي حدايا. ما عرفتش كيفاش نعاود لها داكشي اللي وقع ليا. قلت لها صافي ما وقع والو. ولينا انا وياها كنعسو ديما في الصالون حيت كنا كنخافو من بيوتنا، ولكن داك الرعب كان باقي تابعنا في الدار كامله، ماشي غير الدار، فين ما مشينا. المرا ديالي عييت معاها باش ترجع ولكن ما بغاتش، كتقول لي بلي الدار فيها شي حاجه وكتخلعني. ديك الايام جات واحد خالتي باش تقابلنا، ملي سمعت خبرنا بلي بقينا غير انا واختي بالدار، كانت بمثابه الوالده ديالنا، هي اللي ولات كتنبه علينا وكترقينا وكتطلق لنا القران في الدار وكتسيق ديما بالماء والملحه. طمأنيت على اختي حيت ولات كتنعس معاها في البيت وكتقابلها. اما انا كنت مازال كنعاني ومبقيتش كنشوف النعاس،
ارتد عليا في البيت وكنحس بالسوايع، خيالات كيطرو بيا في كل قنت، كانوا خيالات لي كحل وبويض كيترسموا لي في الحيوطه، مره نشوف واحد طويل ومره نشوفه قصير، مره على هيئه حيوان ومره على هيئه بنادم. كنحلم بواحد الولد صغير وجهه كيخلع وكيقول لي بلي انا ولدك. كنت غير كنتكا وكنحط راسي على المخده، كيبانوا لي بحال الفيران داخلين عندي البيت، ماشي واحد ولا جوج، بزاف. وحتى وانا ناعس كنحس ديما بشي حاجه دالعه فيا. جات لعندي الغد لي خالتي وقالت لي يا ولدي الدار هادي راه ماشي هي هاديك، وخاصكم ضروري تجيبوا شي واحد اللي يرقيها. ملي سولتها مال قالت لي يا وليدي راه البارح بيت نحلم بالرجال معانا في البيت، رجال دخلوا علينا انا واختك، غير مبغيتش نفيقك وبديت كنقرا القران. كنقول لها خالتي زعما انا جايبك باش تهدني لنا الوضع، ماشي تزيدي تكملي علينا. ما ديتش على هضرتها، وخا صراحه كنت عارف بلي عندها الحق وبلي الدار هادي فيها شي حاجه. حتى من مراتي هربات منا. واحد الليله وانا ناعس كنحس بحال شي حاجه كتقطر ليا على وجهي، هزيت راسي جيت السقف كيبان ليا داكشي هابط كحل، وهي ضربني الفايقه. الراس ديالي كنحس بيه غيتشتت، كان كيضرني بزاف لدرجه ما بقيتش كنتحمل وكنزت راسي مع الحيط. نعتوا ليا شي صحابي واحد الراقي وقالوا ليا بلي راه مزيان وخصني نجيبو للدار. درت بكلام خالتي وبزيت حتى لقيتو وتواصلت معاه، وبالفعل بغى يجي معايا للدار وطلب ليا فلوس صحيحه. دخلنا للدار وبدا كيرقيها، كيرش الشيمة ديالو وكيقرا القران. شويه حتى السيد تبدل اللون ديالو، تبدل. تنقول ليه مالك، ما كيجاوبنيش، بدا كينطق بواحد الصوت غليظ ما فهمتش شنو واقع عليه. اول مره غنشوف راقي طلع فيه حتى هو الجن. شد ليا في يدي واحد الشده وزير عليا وقال لي اش داك تاخذ الخاتم، اش داك شي حاجه ماشي ديالك، تماك بحال صرفقتيني، عاد وعيت بالغلط اللي درت، وعيت بالخاتم اللي كان من ديما في صبعي ولكن ما كانش راض ليه البال، بحال الا كنت مغيب. نرجع الوعي ديالو بقى كيشوف ليا في يدي ولونو صفار، وكيقول لي هاد الخاتم هذا اللي عندك في يدك فيه شي حاجه. قلت لي اه راه عاد كنتي دابا كتنطق وكتقول هاد الشيء. قال لي واسير رجعوا لمالي. فعلا ديك الساعه خرجت بديت كنقلب على العنوان ديال داك الدري اللي كان ساكن حدانا واللي كان قاري معايا. عييت ما نقلب وما لقيتوش، فكرت بداك الحارس المقبره، مشيت لعندو وقلت ليه واش عندك النمره ديالهم ولا العنوان ولا اي حاجه. قال لي بصراحه راه ولدو الكبير كان مخلي لي النمره ديالو وكيوصيني باش نتهلا في القبر دبوه. بقيت مجابد معاه حتى لقيت النمره، صونيت له وقلت ليه راه عندي شي امانه ديالكم. تلاقيت بالحفيد الصغير ديالهم اللي هو صاحبي، وبديت كنعاود ليه وكنمهد ليه في الاخر وانا نجبد الخاتم. هو مني شافو تصدم، قال لي منين جاك هذا؟ قلت لي راه يمكن طاح لشي واحد فيكم نهار الجنازه. قال لي ما يمكنش، راه هاد الخاتم هذا كان ديال جدي، وقبل ما يموت شحال وهو كيوصي وكيقول لنا ندفنوه معاه حيت ما بغاش يطيح في يد شي واحد. هاد الخاتم هذا راه خطير. قلت لي علاش شنو فيه؟ قال لي اولا الخدام ديالو صعاب، وثانيا جدي كان كيحبس فيه دوك الجن السفلي باش هكا ما يأذيوش الناس، وكان فيه ما كيعالج شي واحد كيحبس داك الجن في الخاتم. اش داك تاخذو؟ قلت لي اسمح لي يا خويا راه طمعت، وانا اصلا ما سحبش ليا ديال جدك، سحب لي غير طايح لشي واحد وصافي، حيت جاني الشكل ديالو زوين. اما راه جبد ليا كاع المصايب ديال الدنيا والدين اللي طاح على بالك، بسببو كاع كنت غنطلق انا والمراه، وبسببو اختي اكتئبات، بسببو ولينا كنعيشو الرعب، وبسببو يمكن ولدي مات. خدا من عندي الخاتم وهو كيترعد وكيقول لي انا راه ما عارفش غندير بيه، اش هاد المصيبه هادي وحلتينا فيها؟ كنقول لي هاكا ودفنو معاه. كيقول لي لا راه باش ندفنو معاه خصنا تصريح وشحال من حاجه. قلت لي اجي معايا نديرو راسنا كنزوروه وندفنو الخاتم. وفعلا دخلنا حفرنا غير شويه وحطينا داك الخاتم تماك وعاودنا غطيناه بالتراب. ما جيت فين نوقف حتى شي حاجه خبطاتني في الكفه ديالي، حتى جيت مصلي للارض بحال شي يد كبيره بزاف، لدرجه صاحبي تصدم وكيقول لي رجوع الله اش وقع ليك. كنقول لي راه ماشي لخاطري، راه شي حاجه اللي طيحاتني. وحنا خارجين بديت كنسمع بزاف الاصوات كيهدوا فيا،
وبحال شي حاجه كتجري مورايا، لدرجه سمحت في الدري وهربت. وليت كتبان لي الدنيا مظلامه وخا كان النهار، غادي فحال الحمق حتى كنت غندير كسيده. الدري كيقول لي مالك شنو شفتي؟ كنقول لي اخويا اش داني كاع ناس داكشي، داك الخاتم خرج لي على حياتي، كون كنت عارف كاع ما نقرب كاع ولا نجي نعزيك داك النهار. قال لي شوف كون هاني غنديك عند خو جدي، راه حتى هو معطي لي هادشي ويقدر يعالجك، تقدر تكون تقاسيتي ولا طرات لك شي حاجه انت وعائلتك. قلت لي الله يرحم الوالدين لما جيبو عندي للدار، حيت راه حتى المراه واختي كيعانيو. قال لي صافي غير كون هاني. دست جبت مراتي من دارهم ديتها للدار، وكان داكشي باقي مأثر علينا كاملين، يعني واخا حيدت داك الخاتم. جا داك الراجل اللي عندنا، مراتي تزيرات وطاحت للارض، وعاوتاني بقات كتعوج، اختي كانت خارجه كتغوت وهز موس، وانا شادها غير بالزز. مني بدا كيقرا مراتي شتا الوجع في كرشها بحال غدا تولد، وكتقول لينا بلي الولد عاد غيخرج ليها. كنقول ليها هديك الله هاد المرا راه الولد مات، وفعلا بدا كيهبط منا الدم. وقلت ليه خصنا نوقفو، خصني نديها للسبيطار. قال لي لا غير زكا وتيق فيا، هداك غير الدم الخبيت. وفعلا دا غي حبس منا وحتى الوجع ما بقاش فيها، وطلقات السيده بحال كانت هزة الحمل على كتافها. عطاها واحد الماء وبقات كتشرب فيه وكترد. وحتى اختي نفس الحاجه، غير هي ما هبط منا لا دم لا والو. واخا هكاك خاطري ما هنانيش وديت مراتي للطبيب، وقال لي بلي كلشي عادي وما عندها حتى شي حاجه خايبه. ورجعت لعند السيد باش يكمل لي انا. لقى عندي مس سفلي وعوارض اللي ركبوا عليا بسبب داك الخاتم، وقال لي بلي الدار هادي مابقاتش صالحه للسكن، غير شوفوا كيف ديروا وتحولوا منها. صافي طلبت من الدار وقلت لي راه غادي نخرج بحالي. داك الراجل شحال هو كيعالج فيا، تقريبا شي 3 شهور. ما عاودتلوش القصه الخاتم، ولكن عقبيه خديت شي حاجه ماشي ديالي. وصافي الحمد لله تحولنا لدار وحده اخرى واستقرينا فيها، والحمد لله دابا راه ولينا بخير، ومراتي ولدات ليا وليد اللي كنطلب من الله يحفظه ليا من كل شر. اما ديك الدار كانوا ساكنين فيها الناس عادي ما كيتشكاو من والو، حيت بقى بالي معاها وكنقول عندك ترى الناس شي حاجه، ولكن الحمد لله الامور كانت سالمه. سولتهم وقالوا لي بلي كل شي عادي. وصافي اخويا كانت هادي قصتي، وكنشكرك بزاف حيت قبلتي دوزها عندك في القناه. وبالنسبه لداك السيد اللي مات الله يرحمه، كيف ما قلت لكم داك الخاتم كان كيحبس فيه داك الجن السفلي اللي كيحيد من الناس، وانا مشيت درتو في صبعي وداك الشيء ركب عليا. وكنصح اي واحد باش ما يهزش شي حاجه ماشي ديالو، حيت حتى شي واحد ما يقدر يعرف شنو غيوقع من مورا داك الشيء اللي غادير. الخوت كنشكروا هاد الاخ اللي بارطاجا معنا القصه ديالو، وكيف العاده اللي عنده شي قصه بحال هادي يقدر يزيفطها ليا في انستغرام. كنشكركم بزاف على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في القصه الجايه. ومن هنا لتماك كنقول لكم السلام عليكم.